نعم يارا، الصورة في وسط قطاع الحال كما هو عليه، نسمع دويا انفجارات عنيفة بين الفينة والأخرى في وسط قطاع غزة، وخاصة في المناطق الشرقية من وسط القطاع، شرق وشمال مخيم البريج وشرق المغازي وشمال مخيم النصيرات، منطقة المغراقة، منطقة وادي غزة، منطقة أبراج الزهراء، شرق دير البلح. هذه المناطق تتعرض بين الفينة والأخرى للقصف المدفعي المكثف، لكن سيارات الإسعاف هرعت إلى تلك المناطق ولم تجلي أي من الإصابات من تلك المنطقة. أيضا اليوم لم نسجل أي غارة جوية إسرائيلية على وسط القطاع، ما فقط هناك تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة بأشكالها وأنواعها المختلفة، وهذا استمرار التحليق المكثف يعني نذير شؤم وخوف لدى الناس، كون هذه الطائرات تقوم برصد كل ما يجول على أرض وسط قطاع غزة كباقي محافظات القطاع. أيضا هذه الطائرات بإمكانها أن تعطي إشارات للطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف الأماكن التي تود استهدافها. أيضا تقوم بهذه الطائرات باغتيال النشطاء الفلسطينيين في وسط القطاع أو باقي محافظات القطاع. يأتي هذا في ظل استمرار لهذا التحليق المكثف، يعني استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية واستمرار القصف على وسط القطاع. في أي لحظة أي غارة إسرائيلية ممكن أن تقع على وسط القطاع، وهذا أي غارة إسرائيلية على وسط القطاع يعني سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة وجود أو تكدس 1,100,000 نازح ونازحة في وسط قطاع غزة في ظل ظروف صعبة وقاسية جدا مع اشتداد درجات الحرارة. نشهد منذ أيام هناك ارتفاع في درجات الحرارة، وهذا ما يفاقم معاناة الناس في الخيام ومعاناة النازحين داخل هذه الخيام التي هي عبارة عن يعني البلاستيك، عن النايلون، من الأقمشة البالية وغيرها التي لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء. هم يهربون أو يهجرون هذه الخيام باتجاه المناطق، باتجاه شاطئ بحر غزة، هربا من حر هذه الخيام والتي يعتبرونها أو يسمونها بالفرن. وأيضا هناك نقص كبير لدى النازحين في الأغطية، غيرها من الملابس الصيفية، وأيضا هناك عجز أو نقص في الطاقة أو عدم توفر الكهرباء، لذلك وسائل التهوية لدى الناس هنا قطعة من البلاستيك أو قطعة من الكرتون يقومون بالتهوية. وأيضا هناك ما يفاقم المعاناة، أيضا هم يعيشون بين ما يطلق عليه تكدس النفايات داخل هذه الخيام، وهناك طفح لمياه الصرف الصحي، وهناك أيضا انتشار يعني القوارض وغيرها داخل هذه أو في مناطق الخيام لانتشار وطفح مياه الصرف الصحي، وبالتالي يعني الخيام هي أرض خصبة للأمراض والأوبئة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بأنها سجلت أكثر من 1,000,000 يعني إصابة بأمراض معدية، منها الكوليرا، السحايا، الكبد الوبائي، انتشار لأمراض جلدية وغيرها من الأمراض داخل مراكز الإيواء، وبالتالي الأوضاع لا تزال صعبة وقاسية جدا. وعدم توفر الكهرباء أصلا، منذ 9 أشهر لا توجد كهرباء في محافظات قطاع غزة، وتعمل كافة مشافي القطاع على المولدات الكهربائية التي تعطل العديد منها، وعدم وجود قطع غيار لهذه المولدات، والبعض الآخر يعمل لكن هناك خوف من توقف هذه المولدات نتيجة يعني تشغيلها على مدار الساعة منذ 9 أشهر. وبالتالي هناك يعني كوارث داخل قطاع غزة لعدم توفر أبسط مقومات الحياة، والناس أيضا بدأت تستنزف المواد الغذائية التي حصلت عليها منذ أشهر لعدم يعني دخول المساعدات منذ نحو شهر إلى محافظات قطاع غزة، بعد إغلاق وسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم الذي كان يعني تصل عبره المساعدات إلى الأونروا، والآن لا يصل شيء.
حالة يعني صعبة للغاية، لا يعرفون من أين سيحصلون على الغذاء، على المياه النظيفة، على رغيف الخبز، على احتياجاتهم البسيطة، وأيضا على الرعاية الطبية. هنا مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة يقدم الرعاية الطبية لأكثر من مليون نازح ونازحة في ظروف صعبة للغاية، في تكدس للمرضى والجرحى داخل هذا المستشفى، يفترشون الأرض بسبب عدم وجود أسرة تسع لهذا الحجم الكبير من المصابين والجرحى داخل مستشفى شهداء الأقصى. هنا ما تزال هذا المستشفى يعاني أيضا من نقص في الكهرباء بعد توقف إحدى مولدات المستشفى عن العمل بعد تعطله وخروجه عن الخدمة لعدم توفر قطع الغيار، وبالتالي هو يعمل على مولد كهربائي واحد، وهذا المولد ممكن أن يتوقف في أي لحظة وسيؤثر على المرضى والجرحى داخل مستشفى شهداء الأقصى. هناك أقسام عدة يعني توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الكهرباء اللازمة داخل هذا المستشفى. الأمور تتفاقم مع ازدياد المعاناة وعدم توفر أبسط احتياجات الناس وأبسط احتياجات مشافي قطاع غزة من مولدات كهربائية، من أدوية، من مشتلكات طبية، من أطقم متخصصة وغيرها من المستلزمات. أيضا الناس والنازحون هنا يعانون من عدم توفر أيضا أبسط مقومات الحياة، رغيف الخبز والمياه النظيفة، عدم توفر أيضا المساعدات التي توقفت منذ أكثر من شهر. فالأمور آخذة بالتدحرج نحو الهاوية ونحو الكارثة الكبيرة في حال لم يتم السماح بإدخال المساعدات إلى محافظات قطاع غزة. شكرا جزيلا لك أيمن أبو شنب، كنت معنا من دير البلح.